كرة اليد سيدات طبعا عندهم أول مباراة في المرحلة الثانية. فريق كرة اليد سيدات بصراحة عامل شغل محترم بقيادة كابتن محمد عادل زولا. عندنا في أي لعيبة صفقات قريبة كانت؟ عندنا طبعا تدعيم كامل والله النادي الأهلي، وشغل طبعا محترم من الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. فرقة اليد سيدات عندهم طبعا أول مباراة في المرحلة الثانية يوم 20، يوم 14 هيكون ختام دوري المرتبط. النادي الأهلي خلاص متأهل، في طبعا المفروض ان بعد ختام يوم 14 بعد ختام دوري المرتبط هيتحدد طبعا مين الفرق اللي هتكون موجودة معاك. على طبعا في فرق طبعا بيصارعوا على المركز الثالث والرابع، انت دلوقتي معاك الأهلي والزمالك، في فرق طبعا زي سبورتنج والشمس وكمان الطيران وسموحة، دول بيصارعوا دلوقتي ان هم يصعدوا معاك يبقى ثالث ورابع مع الاهلي والزمالك. يبدا يتحدد مين اللي هيلعب مع فريق كره اليد سيدات يوم 20 ان شاء الله باذن الله. لكن برضو ماشيين بشكل كويس جدا، محققين كل النجاحات، عندهم طبعا اكيد الفتره اللي جايه برضو بطوله افريقيا، لكن بنسبه كبيره ان شاء الله باذن الله نادي الاهلي في كل العابه يتوج بكل البطولات هذا الموسم. هايل جدا، نتمنى ذلك. طيب انا عايز اسالك سؤال، واللي انا طرحته عليك قبل كده وانت قلت لي ربما ده هيكون موجود في المستقبل، قلت لك هل هيتم الاعتماد في فتره ما او في يوم ما على عناصر نسائيه في التدريب؟ اكيد طبعا موجود في النادي الاهلي، هو النادي الاهلي في كل اجهزته موجود ولاده، بنشوف حتى مش في الاجهزه بس ان هم يبقى فيه مدربين، لكن في قطاعات برضو الاداريه موجود. الكابتن نهله سامح طبعا اسطوره الكره الطائره بعد ما وكره اعتزلت، القدم النسائيه عندنا كابتن وعندنا اميره، طبعا كابتن اميره. لكن خليني لو احنا بنتكلم عن الالعاب الجماعيه، لا موجود الاعتماد على طبعا العنصر النسائي، موجود بمدربين بيدربوا في كل الفرق، كمان موجود في القطاع كمدير فني الاداري ولا كمدرب؟ كمدرب، وموجود في القطاعات الاداريه. يعني انا سامح مدير اداري قطاع طبعا الناشئين والناشئات بس للكره ممكن مدير الطائره فني في يوم من في ما يوم برضه. اكيد طبعا، ما احنا النادي الاهلي دايما بيعتمد هو سباق على الحقيقه. ولاده، موجود مدير فني من ولاد النادي الاهلي، موجود مدرب من ولاد النادي الاهلي. اكيد الفتره اللي جايه هنشوف عنصر، ما هو في الكره النسائيه موجود اميره كابتن يوسف اميره مدير فني ليه طبعا فريق النادي الاهلي، فالعنصر النسائي مهم جدا، هيتم الاعتماد عليه اكيد، واكيد ان شاء الله نشوف مع المنتخبات الوطنيه موجود عنصر نتمنى نسائي. ذلك. الموجود منهم بالفعل محقق نجاحات واصله لفين؟ يعني بالنسبه للمديرات الفنيات انجاز التعبير. المدير الفني هو يعني سر نجاحه ان هو لما كان لاعب هو ما بيقبلش غير بالبطولات، ما بيقبلش غير على الفوز، فلما تيجي تحطه في مكان زي مدير فني او مدرب هو بيبص على ان هو يحقق نجاح، زي ما هو كان لاعب عايز يحقق نجاح زي انه هو مدرب. لان انت في كل الالعاب سواء الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه انت عندك موجود اللعيبه صعدوا او بعد ما اعتزلوا بقوا مدربين وماسكين قطاعات في الالعاب الجماعيه. ده بشكل عام، بس انا بسالك على العنصر النسائي تحديدا والنجاحات النسائيه في محققين، يعني في مجال التدريب. طبعا محققين بنسبه كبيره جدا نجاحات، لان انت برضو في الاول لسه في البدايه، او هو لسه بيخوض التجربة ان هو كمدرب لسه في الاول، فهو بنسبة كبيرة حتى هذه اللحظة اللي موجودين في النادي الاهلي محققين نجاحات مع النادي الاهلي، لكن نتمنى منهم ان هم يحققوا المزيد في الفترة اللي جاية.